حصل ولا ما حصلش وانا في باريس تهت. حصل. طب استنى بس يا جدي، تهت فين يا ساره؟ تهت فين يا محمد؟ لا انا تهت في القريه. يعني اصلا ما ينفعش حد يدور فيها القريه الاولمبيه شخصيا. انا قلت لا يعني تخيلت انتوا اكيد خرجتوا اتفسحتوا وفتهتي. لا ما لحقتش اخرج، انا كنت لعبت اخر يوم. بتهتي جوه تلخبط. هو انا يعني بعد ما خلصنا العلم وروحنا طبعا كان الجو بيمطر جامد، فكله بيجري عشان يلحق يروح الاوضه بتاعته. انا ما اعرفش احنا فين، يعني انا ما اعرفش المبنى بتاعنا فين. فقعدت يعني امشي كده وكده وكده لحد ما اصحابي بعتوا لي اللوكيشن. يعني الحمد لله على الحمد لله. الحمد لله. انت تهت فين؟ انا نفس الكلام في الفيلج برضه. طب انا لسه هو اول يومين بس ولا حاجه، بعد كده خلاص. بعد كده طيب حصل ولا ما حصلش اتعلمت لي كلمتين ثلاثه فرنساوي؟ حصل. هما ايه الكلمتين؟ ما من المدرسة بقى كمان. ايه بقى؟ ما مش عارف. وي 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 اي حد اقول وي. فاكر ايه من المدرسة؟ لا اصلا اللعبة بتاعتنا لعبة فرنسوية، يعني الحكم هو بيقول انجارد الفوبري الي، يعني هي كلها بالفرنساوي كلها. بس انت يعني تعرف اللعبه، انا ما تعرفش فرنساوي. تمام. انت ايه الكلمتين اللي اتعلمتهم؟ لا اللي علمني كلمتين علي صاحبي، هو كان صايع في فرنسا شويه، كان معانا. هو كان هو بيتعلم ويجي يقول لي اللي هو اتعلمه، فما ينفعش اقوله زي اللي اتعلمه. لا علي. على فكره علي خطر على البطل بتاعنا. هو الجهاز الفني بيحاول كله هو على فكره علي في الجهاز الفني بتاعي اصلا. علي موجود. لا يا صديق السوق جوه الجهاز. علي موجود جوه الجهاز الفني بس. يعني من كل القاموس الفرنسي مش عايز تعلمه غير كلمتين ثلاثه ما ينفعش يتقالوا رقابيا؟ بس انا علمته عشان لو حد قالهم له يبقى فاهم. طيب حصل ولا ما حصلش اتظلمت مره في التحكيم؟ وامتى؟ انت ما حسيتيش ان اتظلمتي ابدا ولا انت؟ هي اللمسه اللي انا اول لمسه اللي انا قعدت تجري فيها دي برده، وبعد كده الحكمه قالت لي مش لمسه. ففي بعد في الجري المشهوره بتاعت الفيديو لكن كان في كمان جري قبليها كده جبتها وقعدت تجري وافرح ومش عارف ايه وكده، بعدين الحكمه قالت لي خلصت العب بقى.